اهلا بكل حضراتكم من جديد. رجعنا لكم عشان نستكمل فقراتنا الحواريه. حضراتكم طبعا بتابعوا البرنامج باستمرار وعارفين لما بيكون عندنا في اي فقره من فقراتنا الحواريه عدد اثنين ضيف فبيكون معاهم عدد واحد مذيع بالتبادل، مره انا ومره نهاوند. فان شاء الله نهاوند هتكون مع كل حضراتكم بكره باذن الرحمن، وانا هختم معاكم حلقه النهارده بهذه الفقره اللي هنتكلم من خلالها عن رياضه العاب القوه وتحديدا الحواجز. هنتعرف على كتير جدا من التفاصيل المتعلقه بيها مع كابتن تامر رفاعي وهو مدرب العاب القوه الحواجز بالنادي الاهلي، وكمان بطلتنا الجميله امنيه خالد عبد المنعم. اهلا بيك وصباح الفل عليك. اهلا بيك يا فندم. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. نبتدي مع الكابتن ولا معاك انت يا امنيه؟ انت مع الكابتن طبعا. مع الكابتن على طول. لا برضه شوف الكلام. كابتن تامر، عايزين نعرف من البدايه يعني راي حضرتك وتقييمك لشعبيه وجماهيريه العاب القوه بشكل عام والحواجز بصفه خاصه بالمقارنه بقيه الرياضات. الحمد لله احنا في الفتره الاخيره الامور بتتطور. طبعا العاب القوه لعبه قديمه جدا في النادي من 1910. طب معروفه جدا جوه النادي الاهلي، ليها جمهورها جوه النادي الاهلي وليها اللي مارسوها كتير جدا جوه النادي الاهلي، وتعتبر عائلات كمان مارست العاب القوه جوه النادي الاهلي. فهي لعبه عريقه مرت بظروف كده في الفتره الاخيره ان ما كانش في تسليط ضوء عليها، لكن من تقريبا من 2013 مع بدايه القناه يعني، والقناه على طول كانت دايما بتلقي الضوء على ابطال العاب قوه في النادي الاهلي ان هم يعتبروا ابطال العاب قوه في مصر. ابتدت الناس من خلال السوشيال ميديا ان هم يتابعوا ابطالنا، فعندنا ابطال عالم فابتدوا يلفتوا الانظار شويه للالعاب قوه. لانها رياضه شيقه جدا ودايما بالذات في الدورات الاولمبيه بصفه خاصه بتحظى بنسبه مشاهده عاليه جدا. طبعا، واحنا كمان لان احنا عندنا كابتن ايهاب عبد الرحمن وكابتن مصطفى الجمل ابطال عالم في العاب القوى، فابتدت الناس تعرف العاب القوى من خلال الابطال دولت. فطبعا هي معروف ان هي في الاولمبيات ام الالعاب وعروس الالعاب الاولمبيه، والجماهير بتوصل 80,000 و90,000 في الاستاد بيتابعوا البطوله. فاحنا ان شاء الله يعني بمجهود ابطالنا وبمجهود مدربينا ومجهود القناه طبعا اكيد الناس هتعرف اكتر. طيب امنيه، كابتن تامر بيقول ان حتى كان في عائلات يعني بتلعب او بتمارس رياضه العاب القوه، انت الموضوع برضو عندك في جزء وراثي ولا انت الوحيده في العيله اللي بتلعب؟ لا ماما كانت لعيبه وثب عالي ولعيبه سباعي وحواجز، وكانت كسرت الرقم لفتره طويله جدا ولعبت بره، وخالته كانت برضو طلعت الاولمبيات، كانت لعبت مسافات طويله. ما كانش ليكي حل، انت هتهربي منين من البطلات؟ وبابا كان لعيب كوره، وعمي كان مدرب هاندبول في الاهلي. دي اسره رياضيه فعلا 100%. وهل البدايه جت من خلال متابعتك للوالده ولخالتك وحبيتي الرياضه من خلال نجاحاتهم اللي هم حققوها فيها، ولا انت كنت يعني فضلتي في مرحله مثلا مبكره ان انت تلعبي حاجه ثانيه؟ يعني عايزين نعرف باختصار كده قصتك مع العاب القوه. انا لعبت رياضات كتيره جدا، لعبت سكواش في الاهلي ولعبت باسكت ولعبت سباحه، كل ده وكنت بتاهل لفرق فيهم، بس ما حصلش النصيب بقى وما كملتش، ما عرفتش اكمل. اوكي. بس ماما كانت بتاخدني معاها للبطولات اللي كانت بتبقى في المركز وكده، ان احنا نروح نتفرج كده. فقعدت اقول لها ان انا عايزه انزل اجرب وبتاع، ففعلا نزلت وجربت وبدات واحده واحده بقى اخش بطولات واعمل نتائج وكل ده. اوكي. ما شاء الله الفريق كله عند حضرتك كله بيعمل بيحقق يعني بطولات ونتائج مشرفه جدا. احنا اصحاب ارقام مصر من 16 سنه الدرجه الاولى، احنا ابطال مصر اول وثاني مثلا في كل سباقات الحواجز على جميع المراحل من اول 14 درجه. طب وايه سر يعني التسيد ده؟ المواهب، احنا عندنا مواهب. الحاجه الثانيه النادي الاهلي بيوفر لنا الادوات والملاعب، هي طالما الادوات موجوده والملاعب موجوده والمواهب موجوده فطبيعي دي هتبقى نتيجه طبيعيه. فاحنا الحمد لله يعني بفضل ربنا عز وجل يعني يعني مسيطرين على الحواجز، بس يعني ده بمجهود ابطالنا. يعني هو الحواجز بصفه خاصه، تعالي نسالك انت السؤال ده يا امنيه، يعني ايه الصعوبه او ايه الفروقات ما بين الحواجز تحديدا وبقيه انواع المسابقات اللي كلها تندرج تحت مسمى العاب القوه؟ الحواجز بتبقى عايزه رياكشن سريع وسرعه، وما ينفعش ان يعني بقيه الالعاب ممكن ان انا مثلا بريح فيها، بقف اركز اشوف هعمل ايه بتاع، لكن دي لازم ان انا اول لما بطلع من البلوك
انا ما بشوفش قدامي، يعني لازم اكون انا بقى ساعتها في التمرين عارفه ان انا على طول ورجل السحب تبقى سريعه. يعني مش مثلا كان هيبقى اسهل لك لو كنت لعبتي اللي هو سباقات الجري العاديه بمسافاتها المختلفه من غير حواجز ممكن تبقى؟ ما انا بلعب سباعي وبلعب مركب، قصدي بلعب سباعي وبلعب حواجز. هو احنا لينا استراتيجيه اصلا في النادي الاهلي اللي هي ان احنا نهتم بالعاب التكنيك. مصر المفروض تعمل كده، يعني مصر المفروض يعني مش هنعرف ننافس افريقيا في المسافات الطويله، مش هنعرف ننافسهم في، مش هنعرف. احنا كان عندنا في النادي الاهلي بطل افريقيا بالمناسبه ليه؟ موهبه يعني افريقيا موهبه ولا جزء اللي هو كنت لسه هقول لك اللي هي طبيعي وتحملهم لدرجات الحراره والمسافات اللي ممكن يمشوها كتير قوي مرتفعه، هم يعني عندهم 2000 متر فوق سطح البحر، ده كلام عادي. احنا عندنا في مصر ما فيش غير سانت كاترين 1650، وكمان يعني هم عندهم الكلام ده ممهد لان هم يجوا. فيعني احنا اكيد نقدر ننافس، يعني احنا اكيد نقدر ننافس. احنا عندنا كابتن عمرو سعود كان بطل مصر في 100 و200، كان بطل افريقيا في 100 و200، وكان بطل بحر المتوسط. فيعني احنا قدرنا، بس دي يعني تجربه يعني شويه خارج السياق. لكن احنا من وجهه نظري ان احنا المفروض نهتم بالمركب، بالحواجز، بالمسافات اللي فيها تكنيك. احنا فنيا اعلى. المركب اللي هو ايه؟ بتلعب بسبع العاب بالنسبه للبنات. ده غير السباعي؟ هو السباعي. هو اسم تاني ليه يعني مسمى. السباعي مركب يعني. السباعي مركب. بتلعب سبع العاب، بتلعب في اليوم الاولاني بتلعب 100 متر حواجز وزب عالي جله 200 متر. في اليوم الثاني بتلعب وزن طويل ورمح و800. الولاد الولاد بيلعبوا، يعني بيلعب تقريبا كل العاب القوه. كل هي مصممه ان هم ياخدوا من كل قسم من اقسام العاب القوه لعبه. وهل السباعي المركب ده بيتلعب برضه في الدورات الاولمبيه؟ طبعا بيتلعب في الاولمبيات، وسبق قديم وسبق العشاري، سبق قديم في الاولمبيات. اوكي. طيب امنيه من وجهه نظرك انت وانت بتمارس الرياضه دي بالفعل ومحققه فيها نجاحات وبطولات الى اخره، شايفه ان مين اللي ممكن يكون مؤهل انه يلعب الرياضه دي، وخصوصا لو كانوا لسه سنهم صغير؟ يعني حتى عايزك تقولي الرساله دي للاهالي تحديدا لما يلاقوا ظاهر معينه عامله ازاي في ابنهم او في بنتهم يوجهوهم لرياضه العاب القوى. ايه متطلبات الرياضه دي؟ هي عادي، هي بتبقى عايزه جسم بيبقى مرن، لان في تمارين في العاب بتبقى عايزه مرونه زي الزانه كده، لازم مثلا يبقى جاي من جمباز مثلا عشان أوكي. بيبقى العصايه بقى وعايز وعايز يبقى الرياكشن بتاعه سريع، لان في العاب كتير برده لازم الرياكشن بتاعها يبقى سريع قوي، يعني ما ينفعش ان احنا نقعد نفكر فيها. اوكي. وطبعا الجسم ان هو ما يبقاش لا تخين قوي ولا رفيع قوي، ممكن يبقى في وزن مناسب للرياضه دي. وحتى لو رفيع طبعا هيساعده عشان يقدر يكمل. طب انتوا فتره التوقف الفتره اللي فاتت، ولا انتوا ما توقفتوش ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله عمالين تحصدوا برضو في القاب وبطولات. فكره الكورونا وتاثيرها على الرياضه وتحديدا العاب القوه، الى اي درجه تاثرتوا يا كابتن تامر بالتوقف؟ والله احنا يعني امنيه مثلا بتمرن مع مامتها في الشارع، يعني بقيه الاولاد يعني ولو الوالده مش موجوده خالتها موجوده، يعني انت ما لهاش مفر من التدريب. لا، وبقيه زمايلها برضو عملوا نفس الكلام، يعني كانوا بيجروا بقى في مثلا عند كليه حربيه، عند ارض المعارض، عند اي مكان متاح فيه ان احنا نقدر نجري فيه كانوا بيقدروا يتمرنوا، بخلاف ان احنا كان معاهم ادواتهم في البيت بيشتغلوا بيها، يعني معاهم حديد بسيط كده يقدروا يشتغلوا بيه. لكن في الظروف العاديه يا كابتن تامر بيبقى التمرينات قد ايه؟ مثلا كم مره في الاسبوع؟ كم ساعه في اليوم؟ هتمرن 6 ايام في الاسبوع. يعني من 3 لـ4 ساعات. اوكي. ده تمرينات كتير. طب وانت بتلحقي تذاكري بقى وبتعملي اللي وراكي ولا ايه؟ بكون انا مثلا قبل ما انزل التمرين انا بصحى بدري. اوكي. فقبل ما انزل التمرين مثلا بمسك حاجه اذاكرها او جزء من ماده، يعني اخلص التمرين ممكن اقعد مع اصحابي شويه نقعد نذاكر، ارجع البيت بقى ساعات بسهر يعني بقعد اذاكر انا. بس في يوم الاجازه مثلا الجمعه لو رايحه مع اخويا التمرين او كده حاجتي بتبقى معايا برده بلحق يعني الم. يعني التفوق الرياضي مش بالضروره يطغى على التفوق العلمي او ينتقص منه، ممكن مهما كنت مشغوله بتمرينات عادي الوقت، يعني في وقت ان انا اذاكر مش اللي هو 24 ساعه في الشارع يعني. اوكي. طب كابتن تامر اللي جاي ان شاء الله الفتره الجايه ايه بتستعدوا لايه من البطولات او المنافسات؟ على المستوى المحلي احنا عندنا بطوله الدرع 18 و20 ودرجه اولى و16. على المستوى الدولي بقى، لان احنا يعني هي عندها افريقيا 18 سنه وافريقيا 20 سنه. بطوله مهمه دي. وفي زميلها عمر خالد عنده بطوله عالم 18 سنه.
وعمر وليد برضو نفس الكلام. يعني احنا كناس الحمد لله هم اول مصر، فبطبيعي انه في المنتخب، فالطبيعي المنتخب بيبقى عنده ارتباطات دوليه، هم بيستعدوا لها بقى، بيستعدوا لبطوله افريقيا غالبا في مراحل 18 20 سنه، وبطوله العالم 20 سنه، وبقيه فرقتنا بقى بتحاول يتاهلوا للاولمبياد ان شاء الله. بس يعني على ذكر التاهل للاولمبياد، يعني انا حسيت من كلام حضرتك في اجابتك على سؤال سابق فكره ان احنا ما معناها بالكاد بننافس افريقيا؟ لا، ولا ده انطباع زائف؟ انا ما قلتش كده، انا قلت بس ان المسافات الطويله وسباقات السرعه بتحتاج موهبه كبيره جدا، وممكن انا ابذل مجهود كبير مع لعيب. انا بتكلم كمدرب بيشتغل باقتصاديه اداء، انا ممكن يجي لي امنيه لعيبه سريعه تجي لي فاوجهها في سباق الاسبرنت، فما تساعدنيش قوي ان انا انافس في افريقيا، لكن انا بنفس السرعه ديت اوجهها للحواجز او للمركب او للوزن الطويل او للزانه، الالعاب الفنيه اللي بتحتاج مدرب عنده علم وعنده مهاره ولعيب عنده ستوري في الرياضه كبير مارس رياضه كتير، نقدر نجيب الولد دوت ونسمع منه لعيب بطل افريقيا في الزانه، بطل افريقيا في المركب، واحنا عندنا اوريدي ابطال افريقيا في المركب مثلا، عندنا كابتن رامي سعيد معانا في الاهلي بيخش خامس رابع في افريقيا، يعني احنا عندنا احنا بننافس قوه وبنكسب. بس هي الفكره كلها ان انا بقول ان انا اوجه للالعاب الفنيه اكتر من ان انا اوجه الالعاب اللي بتفرض عليها الموهبه. وانا كان عموما برضو للتوضيح، انا ما كانش قصدي ان حضرتك قلت كده نصا، بس انا قلت انا استشفيت من كلامك فكره ان احنا يعني على الاقل على الصعيد اللي كنا بنتكلم فيه، فكره ان في افريقيا هم متعودين على درجات حراره ارتفاع فوق سطح البحر، الاحراش والغابات والاجواء اللي هم عايشين فيها، لو احنا النوع ده من الصعوبات مش عارفين نتغلب عليه بسهوله، فكرك ممكن نوصل لمستويات عالميه مش مجرد بقى افريقيه؟ نوصل بالعلم، يعني هو امريكا مثلا دلوقتي عندها بنت بتنافس في الخمسه وفي العشره، بتنافس كينيا واثيوبيا وبتكسب، لان هم قادرين يستخدموا. هو الحقيقه امريكا يعني وضع استثنائي، ان هم من قديم الازل برضو متسيدين الموقف لحد ما، وتركيا وبلاد كتير وشمال افريقيا، وشمال افريقيا قدروا ان هم يتغلبوا على الكلام ده بالعلم. لكن انا كمدرب في النادي الاهلي انا بسعى ان انا اكون مسيطر على سباقات التكنيك اللي فيها انا مميز اصلا فيها، فدي بتديني سيطره فتره اطول يعني. طيب امنيه ايه الامنيه بتاعتك يا امنيه الفتره الجايه؟ بتتمني ايه؟ بتحلمي بايه؟ هل مخططه لنفسك يعني، او عامله لنفسك طريق معين عايزه توصلي لاخره، ولا انت بيبقى يعني السنه بسنتها والبطوله ببطولتها يعني مش لها قوي؟ لا انا دلوقتي شغاله على البطوله بتاعه افريقيا اللي هي في شهر 4 دي، ولكن انا طبعا هدفي على الاولمبياد، فانا كل ده بقى بشتغله واحده واحده قبل ما اوصل لها، بس يعني ببقى يعني ليه هدف ان انا عايزه اوصل لحاجه ان شاء الله توصلي لهدف الدوري وتحققيه ونرجع نستضيفكم مره ثانيه، وانت مغرقه لنا الترابيزه دي ميداليات اولمبيه. امنيه بتمنى لك كل التوفيق، ونشكر حضرتك يا كابتن سامر، شكرا جزيلا نورتنا في حلقتنا النهارده. اكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه، بكره باذن الرحمن ان عشنا وخلينا عمر يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين، وحلقه جديده و10 الصبح الى اللقاء.